دونك روتشو ساحتي موجود اليوم في المرسى في بولفار المرسى اكزاكتومون خميسي. احنا توا بدينا من المرسى، الانطلاقه كانت من المرسى وكما حكيت انت باش تكون في برشا ولايات من الجمهوريه التونسيه. الحمله التحسيسيه هي ضد مرض السكري والدم، باش نتفقدوا لهم السكر نتاعهم والدم. كما تعرف الصحه هي عزيزه علينا وهم عزيز علينا يا خميسي، هذيك علاش اليوم لقينا اقبال كبير على البولفار المرسى، رغم اللي العباد الكل تعوم كيما قدامي توا فما بحر والعباد الكل بحر، اما بدوب ما يطلعوا يتعداوا للكهربان نتاعنا ويطلعوا ويقيسوا الدم والسكر. انتي راضي على اللي تعمل فيه كارت اسورانس و اي اف ام و ميد بوينتين؟ راضي على كل شيء، راضي قلت ربي راضي. ولا حاجه باهيه انه معناتها المواطن يتا في الشارع وينجم معناتها يشوف الصحه نتاعو اسكو سافا و نيفو السكر دقات القلب عنده شي مرض، خاطر ماك تعرف احنا تونسي راقي ونمشي للطبيب كان كي وقت اللي سيب معناتها يوصل للتوب. يزيد التويكة الإمكانيات المادية زيدة تحكم، ما نجمش يمشي لطبيب يعمل بيلان خاطر ما تعرف البيلان يتكلف دار جوسكا زيد دونك يكلفوا دونك وقت اللي يلقى حاجة كيفنا. أنا واحدة من الناس وجو ندي با نو بادرة طيبة ما نجمش كان نتمنها. أكيد صحة الإنسان هي رأس ماله ورأس مال كل شخص، رأس ماله هي الصحة. نشكركم على المبادرة هذه ونشكر القايمين على التنظيم هذه التظاهرة وبارك الله فيكم كل. فات بادرة حلوة برشا، بادرة تحسيسية باهية برشا، سورتو المجتمع التونسي والعربي معناتها ساتوش برشا اون سيرتين كاتيجوري ان ان فيت اومي ديابيتيك وعندها تونسيون. دونك لازمنا نخافوا على رواحنا وهيريديتير، لازمنا نمشيو نقيسوا الدم والسكر. ان فيت انا دو باساج ميشيل جامارت لقيت قلتوا لي افيك بليزير، معناتها جيت وباش نقيس لصحتي وللناس الكل. سا نوز انتريس برشا بيان سور لا سونتي. اذا كانها مبادره باهيه وتفيد الناس الكل، علاش لا نشاركوا فيها الناس الكل ونساهموا فيها ونساعدوا على انها تعم، وان شاء الله نشوفوها حتى في اماكن اخرى في ولايات اخرى وما من داخل الجمهوريه بطبيعه الناس الكل ماذا بينا تشارك. اليوم انا فرحانه برشا بالبدره هذه والناس فرحانه برشا بالحمله التحسيسيه هذه اللي نظمتها كارت اسيغونس وراديو يافيم وميد بوينتين، وان شاء الله تتواصل كما قلنا حتى يكشف 19 اوت.